أستاذة أمة الله من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا عليكم. ازيك يا ساعتك شيخ؟ أهلا كل صباح وسهلا. حضرتك طيب. خير الحمد لله. أهلا وسهلا. جزاك الله كل خير. وبصراحة أنا كنت عايزة أكلم حضرتك من زمان، والحمد لله ربنا كرمني وردوا عليا يعني وكده. أهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يخليك. أستاذنا حضرتك، كنت يا شيخ أنا اتظلمت كتير وأنا صغيرة، حتى وأنا كبيرة مظلومة، حتى في جوازي اتظلمت. للأسف تعبت في حياتي، تعبت في حياتي جدا. فكنت عايزة حضرتك تدعي لي وأنا منفصلة عن جوزي بقالي أكتر من سنتين. هندعي لك كلنا، وانا ادعو الناس تامن علي عشان ربنا سبحانه وتعالى يطيب خاطرك. اللهم انا يا رب. نسالك، اللهم انا نسالك، وانت الجميل وانت الودود وانت الرحيم، وانت سبحانك خزائنك ملأ سحاء الليل والنهار. اللهم انا نسالك لهذه المشاهده، لامه الله، ان تجعلها يا ربنا ممن ادخلتهم في كنفك وسكبت عليهم من سر أليس الله بكاف عبده، فتكفيها كل ما تجد، وتكفيها كل ما يسيء إليها، وتكفيها كل شر وكل وجع وكل ألم، وتفتح لها أبواب استجابتك للدعاء، فإنها يا مولانا مشتاقة إلى أن تفتح عليها أبواب رحمتك، فافتح لها أبواب رحمتك وأدخلنا معها يا ربنا جميعا. آمين آمين يا رب العالمين. إذن فإحنا عندنا بنتكلم دايما على إن إحنا دايما عايزين نكون مع مسألة إن إحنا دايما نتعامل مع مسألة الظروف الخاصة بإن إحنا نستعين بالله، وعشان كده دايما خليك مع الله سبحانه وتعالى ومتخافش من أي ظلم. أستاذة سوزان من القاهرة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. في سيدة مسنة عمرها 93 سنة، هي صعب عليها قوي عملية الوضوء. فهي بتستعمل بامبرز، بتراعي انها تكون الغيار نظيف وتصلي. طيب احنا بنتكلم عن الوضوء، فاضل لنا حاجة بس، فاضل لنا حاجة، هي بتتوضى من غير بتصلي كده بس بامبرز نظيف وتصلي وبس، بتتيمم على المكتبة. حلو قوي، الله يكرمك. ايوه قول لنا كده، خلينا تبقى زي الفرن. دي صلاتها يعني صحيح. هي تتيمم بالظبط، والغيار بيبقى نظيف. ايوه، انما مش بتتشطف بين الغيار والغيار، مش بتتشطف. ما هي دلوقتي، ما هو الغيار النظيف ده كمان هو اتشال مع الحاجات دي، هي تحاول بقدر الامكان. بص يا حاج، احنا عندنا في حاجة اسمها كده أحجار التيمم، اسمها احنا عندنا حاجتين، في حاجة اسمها الاستجمار، وحاجة اسمها إن احنا في مسألة الطهارة مش لازم يكون المية، ممكن يكون حاجة تقوم مقام المية، اللي هي إيه بقى؟ الكلينكس، هو ده اسم الأوراق التواليت. فلو هي مسحت بهذا الكلام كذلك ده يقوم مقام الإيه؟ بيقوم مقام المية. فهي إذا حصل ده فإذا هي كمان يكون صلاتها صحيحة، فهي صلاتها صحيحة ما دام ما فيش شيء، فصلاتها صحيحة وكمان تيممها صحيح، لأن هي ما تقدرش تقوم للوضوء. إحنا المقصد الأول من مقاصد الشريعة هو الحفاظ على النفس، وهي عملت ما عليها بإن هي تيممت وكمان زالت النجاسة من عندها لما أزالت الإيه؟ البامبرز بكل ما فيه. السيدة أم محمد تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا والدي راجل كبير مسن، فكان جاله تعب، جاله جلطات كتير ورا بعضيها، حوالي خمس جلطات. ربنا يحفظه ويبعد عنه الشر. ربنا يعافيك يا رب. المهم إن هو دلوقتي فاقد الذاكرة، مش عارف حد، مش عارف يتعامل مع حد. لا، هو مش فاقد الذاكرة، هو دلوقتي هو عنده نوع من أنواع الزهايمر. يعني أنا بقربها بس، يعني هو دلوقتي مش عارف حد خالص. طيب. مش بيعرف يتعامل مع حد ومش عارف حد. المهم هو ما بيقدرش ان هو النظافة الشخصية والاستحمام. ايوه خليك معايا. المهم ان هو حضرتك دلوقتي، يعني هو انا اللي بقوم بكل حاجة له. طيب. نظافته الشخصية، استحمام، وكل حاجة. فبيقولوا لي حرام ان انا انكشف عليه، وان هو ده حرام ان انت تتعاملي معاه. فانا
بتعامل بقى مع ربنا اللي يعلم. بص يعني يا ست، بص يا ست، اصل كل الكلام اللي انت بتقوليه ده ممكن يتعمل بشكل فيه رقي وشكل فيه ما فيهوش كشف العورات ولا مساله خالص. احنا دلوقتي عندنا الادوات اللي موجوده في الحمام تخلينا نحافظ على عورات الناس لما نعمل ستاره ونغسل الكلام ده وما نطلعش على عورات. ده ممكن، ده ممكن لما نلبس اشياء وتخلينا نساعد ده، لان برضو الناس اللي بتتكلم ديت هي ما تعرفش الناس لما بتكون في حالات الزهايمر بيحصل لها ايه. فالناس تترفق بس وتتقي الله سبحانه وتعالى. اذا كان والدك ما عندوش حد يعمل كده من اخواتك، فانت هتعملي الكلام ده وهتعملي الكلام ده زي ما قلت لحضرتك، اللي انت كل حكيتي عليه ده كله لا يحتاج لانكشاف عورات، هو يحتاج بس الحكمه في اداء الاعمال دي. فاعملي الكلام ده وان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتك، وبدل هو ما عندوش حد يعمل كده معاه غير انت، فان شاء الله سبحانه وتعالى يكتب لك ده، وان شاء الله يكون ده في ميزان حسناتك يا بنتي.